الدرس الثامن سيكون عن مكان الإعلان تذكرون أني قلت أن البرية تنقية البرية وقت بناء القوة وهي المكان الذي تعلن فيه الإعلانات هذا جانب المفضل من البرية ولكي أبدأ هذا الدرس أريد أن أذهب إلى سفر إشعياء إشعياء أربعين صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا المترجمون هم من وضعوا أدوات الترقيم أعتقد أنهم أخطأوا هنا أعتقد أنهم كان يجب أن يضعوا نقطتين بعد الصارخ وليس بعد البرية صوت صارخ نقطتين ثم في البرية أعد طريق الرب لماذا أرى هذا؟ قوموا في القفر سبيلا لإلهنا إذا السبيل يعد في البرية أتفهمون؟ نعم يوحنا كان صوت صارخ في البرية لكنني أعتقد أن هذا هو المعنى لكن هذا مجرد تنبيه صغير لا ينبغي لنا أن نركز عليه. المهم، انظروا ماذا يقول الله. يقول الله صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. قاوموا في القفر سبيلا لإلهنا. السؤال لدينا هنا هو: ما هذا السبيل؟ صحيح؟ ما هو السبيل الذي يعد في البرية؟ لننظر إلى إشعياء 35 قبلها بخمس إصحاحات. تفرح البرية ويبتهج القفر. وتكون هناك سكة. أين؟ في البرية سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس السبيل إذن أو الطريق الذي فيه كل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا هذه الطريق تدعى الطريق المقدسة لماذا هذا مهم جدا؟ لأنه مكتوب في العبرانيين اتباعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد من الرب الآن يرى الرب لا تعني أن يذهب شخص للسماء ولكن لا يرى الله أنا أفهمها هكذا أنظر لها مثل الرئيس الأمريكي خلال التسعة والخمسين عاما التي عشتها أظن أننا عاصرنا اثنى عشر رئيسا هذا هو الثاني عشر صحيح أنا لم أرى أبدا أي رئيس منهم أبدا في حياتي لم أدخل محضر رئيس أمريكي هناك أمريكيون يعملون مع الرئيس يوميا وهو صديقهم ويدخلون محضره ويرونه يوميا حين يقول كاتب العبرانيين اتبعوا القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب يقصد ان اردت حقا ان تكون في محضر الله يجب ان تتبع القداسه واحب فكره ان البريه وتذكروا نحن لا نرى الشوائب التي فينا لكن فرن الصحراء تظهرها لنا لكي ما نتطهر ثم نتمكن من الاستمتاع بمحضره اعتقد ان كان هناك صدق ان كنت تعيش في الخطيه وتعصى الله فانت هكذا لا تستمتع بحضور الله وكانني امارس الجنس مع غير ليزا وازني مع اخريات ها؟ ربما اظل رسميا متزوجا بها لكنها لن تشاركني بسرها حضور الله معناه علاقه حميمه معه تعرفون يسالني الناس كثيرا ويقولون من اين تاتي بالحكمه التي في هذه الكتب انها الحميميه لهذا لا اريد ان ازني في حق الله واضطجع مع العالم لانني لا اريد ان افقد علاقتي الحميمه تفهمونني اذا من المهم جدا ان نفهم جيدا أن غاية البرية النهائية هي أن يعطينا الله الفرصة لنتمكن من المجيء إليه والدخول إلى محضره، إذ لن يسمح الله بنجاسة في محضره. تعرفون لماذا؟ لأنه إن أظهر الله مجده مع الخطية المقصودة، سنكون مثل حنانية وسفيرة في أعمال أصح خمسة. كان حضور الله قويا في بطرس، كان يسير في الشوارع، الشوارع في الجمع. كانوا يرصون الشوارع باناس عرج ومرضى وعاجزين وكانوا يشفون بمجرد مرور بطرس كان حضور الله قويا جدا فيه حسنا اذن لهذا السبب يعطينا الله امتياز الدخول في البريه لانه يريد ان يعلن ذاته لنا اكثر مما نريد نحن ذلك اريدكم ان تفكروا في هذا هو يريد ان يعلن ذاته لك اكثر مما تريد انت ذلك لهذا السبب فقط اخرج الله بني اسرائيل الى الصحراء ما كان يريد موسى الوصول اليه ولاجله قال لفرعون اخر الشعب لم يقل لياخذوا ارض الموعد بل قال ليذهبوا للبريه ويعبدوا الله اي ليدخلوا محضر الله في البري اقصد فكروا هذا هو السبب الذي لاجله لم يكن موسى يريد الرجوع الى مصر اغنى وأخصب مكان في العالم قال لا أريد هذا المكان أنا دخلت محضر الله وأعرف مدى روعته لا شيء يضاهي محضر الله لذلك قال كاتب العبرانيين حاسبا غنى أعظم من خزائن مصر لأنه ينظر إلى المجازاة وهي محضر الله إذا عندما أخرجهم من مصر وأحضرهم إلى البرية كان متجها إلى سيناء حيث رأى العليقة قال أنا أريدكم أن تقابلوا الله مثلي ان قابلتموه لن ترغبوا بالعوده اتفهمون اذا اسمعوا هذا اخرج موسى كل هؤلاء الناس من ارض مصر وهم الان عند جبل سيناء يقول الله انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي هذه هي الكلمات التي تكلم بها اسرائيل قال هذا الكلام للثلاثه ملايين شخص لقد اخرجتكم من العالم من مصر فقط لكي أحضركم إلي لأنني أريد علاقة معكم، هل تتخيلوا؟ كنت أراقب زوجتي وهي حامل في أولادنا لتسعة أشهر، كنت أحتمل غياب ابني عن عيني. أشاهد ليزا تقول: شعرت برفسة وكل هذا، كيف تفعلين ذلك؟ أنا لا أقدر حتى أن أراه منذ تسعة أشهر. ثم يأتي اليوم الذي سيولد فيه ابني فأقول لها: هيا! هيا! كنت اعرف انهم اولاد اريد ان ارى ابني ثم يخرج فابتهج صحيح فكروا في فرحه الاب هكذا فرح الله كنت مشتاقاً لهؤلاء الذين استعبدهم المصريون اربعمائه وثلاثين عاما انا متحمس لاظهار ذاتي لهم وعندما اظهر نفسه لهم هربوا هذه هي المشكله الحقيقيه التي ادت الى كل تذمرهم وشكواهم لان الشعب كان مهتما ببركات الله أكثر من حضوره بينما موسى كان مهتما بحضور الله وكان فرحا بالبركات هكذا يجب أن تكون حياتنا يجب أن نكون متحمسين للوجود في محضر الله ونستمتع بالبركات التي يعطيها إن سعينا للبركات وتساهلنا في الحضور سنظل في البرية باقي الحياة ستكون آخرتنا كآخرة إسرائيل أو كآخرة الملك شاول مثلا إذن ساراجع لكم عندما كنت امر باحدى برياتي اتذكر البريه الاولى لقد استمرت ثمانيه عشر شهرا حكيت لكم عنها في الدرس السابق حين حاولت ان انجب اسماعيل حسنا ثم دخلت في بريه مختلفه كان رئيسي ورئيس رئيسي يريدان ان يفصلاني كنت الام على امور لم افعلها حتى كان اختبار بريه مختلفا كل الاختلاف الاختبار الأول كان فقط غياب الوعد، والآن أنا راعي الشباب وأعظ، واسترحت لأنني ها قد بدأت أعظ الآن أخيرا وأمارس ما دعيت أن أفعله، ثم أصبح الجميع يطاردونني، كل الأشخاص المهمين في حياتي يلومونني على ما لم أفعله، كانت برية مختلفة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع، برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org كما أتذكر تحدث الله لي كانت بداية هذه البرية هكذا كنت راعي الشباب وكنا نذيع على قناه تلفزيونيه كبيره في العاشره مساء السبت تذكروا انه في الثمانينات كان التلفاز كل شيء لم يكن هناك موقع تواصل ولا يوتيوب مثلا كانوا يشاهدون التلفاز فقط وقتها ميعاد البرنامج كان رائعا اردت ان اصل للشباب كان فريقنا يدعمنا وكان راعينا الرئيسي مذهولا من خدمتنا كل شيء رائع كنا نضع إعلاناتنا على محطة إذاعية مسيحية كبيرة في فلوريدا ومجموعة الشباب تكبر أصبحت الآن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه حين كانت مع راعي الشباب السابق وكنت أصلي ذات يوم وكنت أخدم منذ عشر شهور وكنت أصلي وقال الروح القدس لن تكون راعي الشباب بعد الآن سأرسلك لشرق أمريكا وغربها لكندا وحدود المكسيك وهاواي لتخلع وتقلع وتبني الكرمه واو ما هذا كنت اصلي في الخارج وكان نجيل قصير صحيح ثم كان هناك طين وبعده نجيل طويل خصب قال الروح هذا ما سافعله معك القصير هو انتاجيتك في ملكوتي الى الان والطين هو البريه التي سادخلك فيها والطويل هو المسحه التي ستخرج من البريه اليها فدخلت المنزل وحكيت لليزا فقالت واين نحن هل في اخر الطين قلت لا اراني الله اننا في نهايه النجيل القصير وسنبدا الدخول في البريه وفي الاشهر الثمانيه عشر التاليه رئيسي فعل كل شيء ليشاهر بي وليفصلني فكان موقفا مختلفا تماما حسنا واذكر أن الوضع ساء جداً وشعرت أن الرب يقول: صم، فصمت أربعين يوماً، لكن كنت أصوم إلى وقت الغذاء فقط كل يوم. كنت أصعد إلى علية المرنمين وأصلي حتى لا يسمعني أحد لكنهم كانوا يسمعونني. وكان هذا الأمر يزيد من غضب ذلك الشخص الذي كان يريد فصلي. لكن، صمت بعد ذلك سبعة أيام بدون أي طعام، وأذكر أنه أثناء صومي كنت في علية المرنمين أصلي، وفجأة بينما كنت أصلي بحرارة شديدة جداً فجأة خرج من فم هذا الكلام يا رب لا يهمني إن كنت في برية وحدي تماما أو إن كنت أعظ لملايين سأفعل نفس الشيء سأسعى لإشباع قلبك أنت وفجأة صمتت الأجراس ورأيت ما يفعله الله وقلت هذا بالضبط ما كنت تفعله معي أحضرتني للمكان الذي أراك فيه ميراثي وحبي الأول وليس الخدمة أو أي شيء آخر فعندما يأتي التغيير لن أعبد أبدا ما فعلته من خلال من قبل لن اتركك يا حبي الاول واحب الخدمه اكثر منك ساظل بارا هذا اقتباس من كتاب اين انت يا رب حيث اتحدث عن هذه الامور أم كانت نقطه تحول بالنسبه لي ادركت ان الشبع الكامل لم يكن ياتي من الخدمه ما يحدث هو ان الخدام يقعون في غرام خدمتهم ويفقدون رؤيه سبب خدمتهم وهو حبنا الشديد ليسوع ثم أدركت وقتها أن الله كان يحميني من عبادة خدمتي لأن هذا معناه أن الخدمة هي التي تتحكم في حياتي، هذا معناه أن الخدمة تملي علي ما أفعله وهي التي تشبعني أو لا تشبعني، وهذا ليس ما يريده الله، أنظروا لموسى كان موسى في أعماق الصحراء كان يحاول أن يحرر إسرائيل بقدرته قال الله تحتاج إلى برية فدخل أعماق البرية ورعى الغنم أربعين عاماً. صحيح ثم نقرا ان الله جاء واظهر ذاته حسنا انظروا ما قاله موسى فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم والان انظروا جيدا لكلمه اميل واسمعوا العدد التالي فلما راى الرب انه مال هذا مهم جدا راى الله ان موسى مهتم اكثر بما يجري مع الله ويفضله ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقالها أنا ذا هنا حصل موسى على التكليف بالذهاب لتحرير شعب الله. انظروا ليوحنا المعمدان سترون في لوقا ثلاثة في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة اثنان يقومان بأمر ديني لديهما أكثر الخدمات شعبية، وهما أشهر الرجلين في الدولة كلها بينما يفعلون هذا كانت كلمة الله على يوحنا أين في البرية. وخرج الجميع ليسمعوا حين قال يسوع لهم ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح بل ماذا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هم في قصور الملوك خرجتم لأن هذا الرجل لديه كلمة الرب في فمه مذهل ما يحدث حين يمر شخص ما بهذه العملية ويضع الله كلمة الرب في فمه لا يقلد الآخرين بل يصبح شخصا حاملا رسالة من السماء بحق حسنا وإذا نظرتم إلى خلفيتي كل ما كانوا يعلمون به في كنيستي كان الازدهار والايمان والمطالبة بوعود الله وبركاته وعن ميراثنا. لم يتحدثوا عن القداسة، لم يتحدثوا عن مخافة الرب. لكن في البرية أعلن الله الكلمة التي سأحملها أنا باقي حياتي عن مخافة الرب والقداسة. لا يمكنني أن أقول إن قساوسة كنيستي والمعلمين علموني أن أعظ عن كل هذه الأمور. لم نسمع هذا أبدا. تعلمته عندما سمعت ذلك الصراخ في البريه عندما بدا الله يعلن عن ذاته لي انظروا لبولس الرسول انظروا واعرفكم ايها الاخوه الانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت ايضا الى دمشق ساقرا من القاموس التفسيري الجديد لماذا ذهب الى العربيه يقول الخبراء إنه ذهب للعربية ليصلي فترة أطول أنا أعتقد أن الله أرسله لبريته ويفكر ويتأمل في الاختبار الذي مر به كلمة عربية جاءت أيضا في غلطية 425 كموقع جبل سيناء إذا أمامكم بولس عبراني من العبرانيين فريسي يقول يجب أن أذهب إلى سيناء يجب أن أتأكد أن ما أقوله صحيح هذا كل ما يعرف أن يفعله أؤمن أن الروح القدس قاده إلى هناك وهكذا على أساس هذا التلميح تكهن البعض بأن بولس انسحب بعيدا إلى شبه الجزيرة العربية إلى جبل سيناء نفسه حيث تم إعلان الشريعة لموسى بالطبع هذا صحيح انظروا ليوحنا الرسول حاولوا أن يقتلوا يوحنا الرسول صحيح؟ وضعوه في إناء زيت مغلي وحين أخرجوه خرج يسبح الله فوجدوا أنهم لا يستطيعون قتله فوضعوه في جزيرة معزولة تدعى بطمس وهناك أخذ إعلان يسوع المسيح انظروا لداود كان داود في الصحراء وهناك اعلن الله عن ذاته في عبارة الرب راعيه اصبح داود اعظم راع في اسرائيل كلها انظروا لكل هؤلاء الناس الذين في الكتاب المقدس ستكتشفون ان اعلان الله لهم الذي حملهم طوال حياتهم اتاهم حين كانوا في البريه لهذا السبب فان جانبي المفضل افضل هدف من البريه هو اعلان الله عن نفسه فيها واعرف انه سيفعل هذا لك